حتى بطولة الكاس كمان ممكن اللعيبة تلعب بالقائمة الجديدة ازاي؟ ما هو برضه شيء لا يعقل. انت بتتكلم حتى على بطولة الكاس يقول لك اه طب ما خلي اللعيبة الجديدة تلعب فيه، ازاي اللعيبة الجديدة هتلعب فيه وممكن اللعيب ده يكون لعب قبل كده في ادوار قبل كده في فرقة تانية، يبقى لعب لفرقتين في موسم واحد لمسابقة واحدة، برضه شيء غير مفهوم. الجزء الثاني استاذ محمود حتى على مستوى القيد الشتوي، طب القيد الصيفي ده يعني هو مشكلة. انت عارف بتفكر طب القيد الشتوي هنعمل فيه ايه؟ أنا لا ده انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ده بيفكرني بواقعة اتحاد اليد. اتحاد اليد خد قرار من اغرب القرارات اللي محتاجه بامانه شديده واقفه، وانا نفسي انا عن نفسي يعني كمراقب ومتابع، انت بلغت الانديه رجعت الدوري ده بناء على ايه؟ بناء عشان النادي الاهلي ولا قرار الدوله؟ قرار دوله. قرار دوله، انت كنت خدت قرار كده مع نفسك، حبيت تشوف نفسك فخدت قرار الالغاء، وبعد كده ده رجعت يعني الرياضه يعني عادت لها الحياه مره اخرى، كله رجع. خدت قرار بعد فتره انه الدوري الجديد هينطلق ويتم اكمال الدوري القديم بالصفقات الجديده. وخدت قرار وبلغت الانديه. ثم فجاه قعدت كده مع نفسك فكرت، حتى فكرك وقال لك يا نهار ابيض، ده انت كده ده الاهلي عمل فرقه جامده، جاب اتنين من هنا وواحد من هنا واتنين من هنا وعمل فرقه وجمع وخد قرار، والاهلي كمان استغنى عن 8 لعيبه من التشكيله الاساسيه اللي هم ال 16 وجاب بدلهم لعيبه جداد، وبقى في شكل الاهلي بنى بيبني في كل الالعاب، في السله في الطايره، عمال يدعم عمال يقوي، خلاص ما عادتش المساله تحتمل خلاص تاجيل. وفجأة من يومين ثلاثة أو ثلاثة أربع أيام اتحاد اليد رجع في قراره وقال لك جبنا فتوى من الاتحاد الدولي من لجنة المسابقات بأن الموسم القديم يستكمل بلاعيبة الموسم القديم، بلاعيبة القيد الموسم الماضي اللي هو الأهلي استغنى عنهم؟ الأهلي استغنى عنهم، فأصبح للأهلي متبقي ليه مين؟ حوالي 8 لعيبة، منهم اثنين، 8 لعيبة بس، منهم اثنين على ما يبدو عندهم في كلام إن هم في اشتباه في إصابة كورونا مثلا في صفوف المنتخب مثلا او في حاجه زي كده، فاضل عندك كام؟ فاضل عندك ست لعيبه هتلعب مباراه فاصله على قمه الدوري، هتلعب مباراه يوم الجمعه، هتلعب يوم الخميس على ما اعتقد مع طلائع الجيش، ويوم يوم الخميس مع طلائع الجيش، ويوم الجمعه اعتقد مع نادي الزمالك في مباراه الفيصليه عليه، مع انه الزمالك تقدم فرق نقطتين. طيب لما اجي تكلمني انت في يعني لما اجي اتكلم معاك واطرح معاك الفكره، طب حضرتك خدت قرار استكمال الموسم القديم بالصفقات الجديده وبلغت الانديه، والانديه عملت على اساسها صفقاتها الجديده وخلصت ومشت وراحت، وفجاه طرأ على ذهنك او حد قال لك يا نهار ابيض انت كده ممكن يعني لا يعني فكر ممكن نادي الزمالك يطلع الموسم بالالعاب كلها بدون بطوله الالعاب الاخرى، فاروح مرجع القرار؟ بعد انت بقى ما خدت بلعة الطعم بقى، ما انا خلاص انا ورطتك هنا، وراح جايب فتوى من لجنه المسابقات بالاتحاد الدولي تقول فيها لا كمل الموسم القديم. طب هل هو الاهلي طلب منك ان هو يكمل الموسم القديم بالصفقات الجديده، ولا انت اللي خدت القرار؟ هو اللي خد انت اللي خدت القرار، وبناء على القرار انا بدات خطوات. عملت خطواتي صحيح، عملت الخطوات اللي انا عملتها ومشيت فيها مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه، فشلت كذا وحطيت كذا، وبعد كده تيجي النهارده تقول انا جبت فتوى فجاه طلعت او حد قال لك او انت شعرت، هنا بقى المساله ما بقاش فيها حياديه. لا طبعا المساله واضحه مترتبه واتعملت بذكاء. هتلعب بايه؟ خلاص انت دلوقتي حطيت الاهلي بالذات في موقف، خلاص مثلا هنقول انه الاهلي خسر مسابقه الدوري يا عم، مش مشكله، ما يعني ايه يعني مساله مش عاوز اقول لك فيها توازنات، لا فيها حاجه مش مفهومه. طبعا طلع بعديها كلام ان الدكتور حسن مصطفى قال لك لا ما حدش كلمنا وما حدش بعت لنا ومش عارف ايه، وموضوع حصل فيه كلام ورد، وطلع رئيس الاتحاد يبرر، واحنا رئيس اتحاد كره اليد معروف والمجلس بتاع الاتحاد كره اليد كله معروف يعني في اكتر من موقف، مش السنه دي من السنه اللي فاتت، وعمل موقف عقيد مع لعيبه الاهلي وازاي عمل يعني ايه، في حاجات لو جيت تتناولها وتقول فيها هيبان فيها التحيز الواضح بدون ما يعني رؤى يعني يرى يعني رؤيا العين، مش ايه مش محتاج انك انت بتحاول تربط يا استاذ محمود باللي بيحصل في اللجنه الخماسيه، لا في كلام، لا في واضح، والناس اللي متابعين عارفين الكلام ده، بس ما حدش طبعا ايه
بيكتب او ما حدش واخد باله او ما حدش راضي يكتب ويقول ايه اللي بيحصل، لانه السنه برضو السنه اللي فاتت او اللي قبليها كان برضو في مشكله عن قيد لعيبه الاهلي حب قيادهم، برضو اتحاد اليد خد موقف غريب جدا وطلع لك لائحه عجيبه واشترط فيها شروط معينه. فتيجي النهارده انت مثلا تقول ايه خلاص، طب بص احنا هنكمل الدوري، هنكمل الدوري باللعيبه القديمه خلاص، وبعد شويه تقول لي لا ده احنا هنكمل الدوري كمان بصفقاتك الجديده. فانت رحت واخد قرار بالاستغناء عن 6-7 لعيبه، وبعد كده بعد شويه قال لك معلش احنا جبنا فتوى من الاتحاد الدولي انه لا يجوز انك انت تكمل الدوري بالصفقات الجديده، فاحنا هنلعب طب حضرتك انا مشيت نص الفرقه، يعني طب هلعب بمين؟ اتصرفت من الناشئين.